السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، وين كل الجزائريين يعني مناصرين، حنا كاع جزائريين، وين يترقبون خرجت لجنه التحكيم تاع الفيفا، يعني اخر خرجه تاعهم. كان يقول لك الدوز السبت الجاي، دوز السبت الجاي، كان يقول لك الكاس، كان يقول لك الترونت. المهم كل الجزائريين خاصة محبين للمنتخب الوطني الجزائري، يعني من 29 مارس مازال لليوم كاين اللي مازال ما بطنش من المخدر، مازال ما بطنش كاع، وين يراقبون يترقبون الخرجة الأخيرة للفيفا، وين تتواصل إثارة وترقب الأيام الأخيرة حول قضية مباراة الجزائر والكاميرون المطروحة لدى الفيفا، بعدما قامت هذه الأخير بإبلاغ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقبول شكاوي التي تقدمت بها بخصوص الأخطاء التحكيمية والتي ارتكبها الجومبي غاساما لدى إدارته تلك المواجهة الخاصة بتصفيات كأس العالم، من يتضمن ملف الفاف مرسل إلى الاتحاد للعبة اتهامات صريحة ضد غاساما، وين تدينه بترجيح كفة التأهل لصالح الكاميرونيين عبر تفادي الإعلان عن الأخطاء المرتكبة من قبل لاعبي المدرب سونغ، لا سيما عند احتساب الهدف الأول لتشكيلة الأسود الغير المروضة، والذي سبقه قيام أحد المهاجمين الكاميرونيين بالدفع عيسى ماندي على الحارس رايس مبولحي، مما تسبب في ضياع الكرة من يد مبولحي، إلى جانب رفض احتساب هدف الذي سجله إسلام سليماني. يعني قال لك حنا المهم وين المنتخب الوطني الجزائري نقارعوا، قال لك ناس قال لك عندنا أدلة، وين راهم كاين اللي يقول لك بلي كاين الاجتماع، مصورين اجتماع في اوتيل مع غاساما في تونس، يعني نقارعوا ونشوفوا هذا يعني هذا السؤال اللي هم يدوروا، هذه الهضره لا يدور، يعني هضره بزاف ما كذبناش ما كذبناش، خاطر كنا نشوفوا الناس يقول لك ما تبيعوش الاوهام، من بعد ناس عاودوا ولاو هما في الاوهام، ما عرفنا من ما عرفنا من ناس تضرب على الله، وين ما جات غادي يقول لك حنا الوالا فيها، كاع يولوا ابطال قوميين، هذه هي يولوا ابطال، وإلا ما كاشي غادي يحصلوا في خوانه، يقول لك كاين خوانه، كاين من كاين من، هذه هذو اللي فيهم نعرفوهم، وين يحوسوا يهربوا يعني يحوسوا يزيدوا يكذبوا على الشعب، هذا مكان. وما نشوفوا باللي المباراة إلا تعاود ولا ندوها ولا هذيك حاجة، هاي مليحة للجزائر، مليحة للجزائر كومبلي، بالتالي كاع وين غادي نشوفوا باللي الأمر لا يبدو سهل على الحاكم غاساما للتنصل من مسؤوليته في إقصاء الخطأ بسبب رفضه الرد على الاتصالات الحاكم الفار في لحظة التي فتح فيها الكاميرونيين باب التسجيل لجنة التحكيم التي يترأسها على مستوى الفيفا الإيطالي كولينا، واستلمت بالفعل شكاوي الفار المحمولة إليها من قبل الفيفا، حيث ستقوم بالتدقيق في طريقة التي أدار بها غاساما لقاء الملعب الشهيد مصطفى تشاكر يوم 29 مارس، وسيكون التحقيق الذي تقوم به هذه اللجنة حاسمة في الرد على المحتوى الشكوى للاتحادية الجزائرية، في الرد على يعني الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وين يبقى الآمال قائما فيما يتعلق بإمكانية إعادة المباراة بين الجزائر والكاميرون، لأن المراسلة الأخيرة التي بعثتها الاتحادية الدولية لكرة القدم الفاف، يعني هي يتعل الحاكم هذا التحكيم والاخرى راهي مقبل هضروا عليها، تما غيعاودوا برك حياوها وصايك، وما راهم هضروا عليها كيما هضرناها لكم لو 15 افريل،
قلت لكم يا ودي رسلوا اللجنه هذه تاع تاع الانضباط، من الانضباط رسلوا تاع تاع التحكيم بالك هنا تحبس، وتاع لجنه التحكيم غادي تعطي التقرير تاعها، تعطي التقرير تاعها برك. حنا مليحانا تقرير تاع التحكيم الا كان في صالحنا، راهي مليحانا، راهي مليحانا. هذه هي نقاط ايجابيه، نكسبوا نقاط ايجابيه. وين الدليل يثبت الشكاوى التي تحوم حول نزاهه الحكم من جهه اخرى منفقة ببعض الاطراف التي ما تراهن على فشل الفار في هذه القضيه، ذلك ان الحظوظ الاول التي قامت بها هذه الاخيره سلكت الطريق الصحيح، وينبغي ان الان تجديد تفاؤلها فيما سيصدر عن لجنه التحكيم التابعه للفيفا في الايام القليله القادمه. حنا وين مليحنا وين انثرتينو، يعني ما راحش مليح مع ايتو، خاطش انثرتينو عارف بلي ايتو راه يخرب له مع ناس وخد اخرين في الفيفا، ومام هنايا في الاتحاد الافريقي عارفوا بلي يعني ما يتامنش. ها وين مليحنا ذاك مشاكره يجيب الاخبار من عند ابناء الامراء تاع تاع قطر، يعني هما اللي راهم يعطوه الاخبار من عندك الامراء، وين يحوس يعني وين يحوسوا القطريين، وراهم يحوسوا اصلا كان اللي يقول لك قطريين ماشي باغي الجزائر تكاليفا، لا قطريين ماذا بهم الجزائر تكاليفا، خاطش كاس العرب شافوا باللي 35,000 مناصر في الصطاد، 35,000 مناصر في الصطاد، دي حسابك كوب ديمون غدوة ان شاء الله الجزائر شحال منا يروحوا اوروبا الموند كامل شحال يدخلوا، تولي تحسب بلي راك تلعب في البليده ولا في وهران. قطريين ماذا بهم الجزائريين، والله لا ماذا بهم الجزائريين، ما التالي كاع حنايا نبقاو حنا رانا نتبعوا، بصح انا واحد من الناس اللومر واحد اللومور وحنا تاع 15 سكوند 10 سكوند هذيك التاليه اللي راحت لنا في شربه تاع ماء، هذه اللي اليوم غايضتني. وين شادنا وين موقف وين كذلك غامض للكاف، يعني بعد وين كثرت امس تساؤلات عن موقف الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم من الشكاوى التي تقدمت بها الاتحاد الجزائري للفيفا، وكان هذه الهيئه الرياضيه الافريقيه نجدها يوم غير مباليه بالتطورات التي عرفتها مباراه الجزائر والكاميرون، وغير مكترثه بما سيصدر عن لجنه التحكيم الدولي التابعه للفيفا والكاف رغم استلامها رد الفيفا على الشكاوي الاتحادية الجزائرية، سارعت إلى تعيين حكم قاسامة لإدارة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الذي يجمع يوم 15 ماي نادي من جنوب إفريقيا مع الأهلي الطرابلسي، تعيين يعني يكتنفه بعض الغموض ويعبر بصراحة عن وجود لدى الهيئة نقولوا باللي الهيئة الرياضية الإفريقية رغبة في عدم اعتراف بقرارات الإيطالي كولينا، رغم أن هذا الأخير يعمل تحت وصية الفيفا، من موقف يكشف من جديد تورط أطراف داخل الكاف في قضية فساد تحكيمي إفريقي الذي يراهن مستقبل كرة القدم الإفريقية. زيد وين نقولوا باللي التعيين هذا لعلامة استفهام، تعيين علامة استفهام، هذه اللي نعرف عنها. زيد فاني نقول لكم في لجنة التحكيم تاع لافريك شكون؟ كاين كاميروني نائب رئيس لجنة التحكيم، كاين كاميروني رئيس نائب رئيس التحكيم، يعني انا كي شفت كيما هكا التعيينات هذو نتفكر باللي عندهم واحد في لافريك، الكاميرون عندها واحد في لجنة التحكيم، شوف كيفاش بانيين خيوط، هما باش عينوا هذا قاسما يمكن يكون ضغوطات من عند الكاميرونيين من عند نائب رئيس التحكيم عينه، يعني من اجل افشال ملف المنتخب الاتحاديه الجزائريه، وما كاين يقول لك باللي في الوثائق كاين اجتماع ما بين كاميروني في اوتيل في تونس كاميروني مع قاسما، يعني كاين بزاف واحد الامور راهي الدور، بصح مازال ما تعرفش، ماشي ما تعرفش،
ما مش بنادم شي باغي يتسرع وصايد، بنادم مش باغي يتسرع وصايد، نقارعوا ونشوفوا يعني الوقت هو اللي يمد. ما بقاش بزاف، السبت الجاي ان شاء الله بربي، هذه هي.